يوسف البليلي أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا لسنة 2019. كما قلنا حصد اللاعب الجزائري يوسف البليلي جناح أهلي جدة السعودي جائزة أفضل لاعب أفريقي داخل القارة خلال كما قلنا حفل الجوائز الأفضل في أفريقيا المقام حاليا في مدينة الغردقة المصرية، متفوقا على النجم المصري طارق حمد لاعب وسط الزمالك والتونسي كذلك أنيس البدري لاعب الترجي الرياضي التونسي. يوسف البليلي أكيد منش أنا باش نحكي عليه توا، لاعب موهبة، لاعب بكل صراحة من أفضل ما أنجت الكرة الإفريقية معناها في السنوات الأخيرة. للكل نعرف يوسف البليلي السولات والجولات وش عمل مع الترجي، لاعب هذا يوسف البليلي في السعودية يتير، يوسف البليلي مع منتخب الجزائري بكل صراحة في الكوب دافريك الأخرى متعنا برشا. يوسف البليلي ورى أنه لاعب معناها ذو إمكانيات كبيرة وكبيرة برشا، وأنا من الناس اللي كنت نتمنى أنه اللاعب هذا معناها يمشي لأوروبا وينجح في أوروبا أفضل من اللعب في الدوري السعودي. يوسف البليلي أكيد دو شامبيونز ليغ مع الترجي، لاعب غير عادي معناها حتى الجماهير الجزائرية يعرفوا مليح قيمة اللاعب هذا. نتمنوا أكيد نتمنوا أنه يوسف البليلي يخرج من السعودية ويمشي يحترف في فريق كبير في أوروبا، معناه يلزمنا نشوفه معناه حتى هاكم شفتوا معناه ولد بليد ورياض محرز توا ما عادش فما مشكلة من اللاعب العربي انه يتفوق في المستوى العالمي، واكبر دليل رياض محرز وكذلك محمد صلاح معناه لاعبين من طراز عالمي وعالمي جدا ومنافسين جديين باش يكونوا ياخذوا الكرة الذهبية. بكل صراحة ان شاء الله يوسف البليلي يفيق توا يوسف البليلي يلزم يخرج، يلزم يمشي لأوروبا، يلزم يكور، يلزم يبدع. يوسف البليلي معناها موهبة كروية غير عادية، نتمنى له الناس الكل انه يبدع في الملاعب الأوروبية.